هنتكلم اول حاجة على الديفيجنز اوف ذا نيرفس سيستم، اللي هو اقسام الجهاز العصبي. الجهاز العصبي في جسم الانسان بينقسم الى سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. الجهاز العصبي المركزي هو السنترال نيرفس سيستم، والجهاز العصبي الطرفي هو البريفرال نيرفس سيستم. يعني سنترال نيرفس سيستم ده الجهاز العصبي المركزي. بيتكون من ايه الجهاز العصبي المركزي اللي هو سي ان اس او السنترال نيرفس سيستم؟ يتكون من البرين والسباينال كورد. ادي البرين وادي السباينال كورد. البرين سباينال كورد دول بيكونوا لي السنترال نيرفس سيستم. البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي ده عبارة عن الاعصاب او النيرفز المتصلة بالبرين والنيرفز اللي متصلة بالسباينال كورد. ادي البرين متصل ب 12 بير اوف كرينيال نيرفز. يعني هنا في 12 بير اوف كرينيال نيرفز متصلين بالبرين، وفي 31 بير اوف سباينال نيرفز، 31 بير اوف سباينال نيرفز متوصلين او متصلين بالسباينال كورد. دول بيكونوا لي الجهاز العصبي الطرفي. يبقى الجهاز العصبي الطرفي عبارة عن 12 بيرز او 12 بيرز اوف كرينيال نيرف و 31 بير اوف سباينال نيرفز. اما نيجي نتكلم على وظيفة الجهاز العصبي المركزي او الفانكشن بتاع السنترال نيرفس سيستم، ايه وظيفة البرين والسباينال كورد دول؟ قال لك البرين والسباينال كورد دولت ريسيف all types of sensation، يعني بيستقبلوا كل الاحساسات. واخد بالك؟ اول حاجة يستقبلوا كل الاحساسات. نمرة اتنين انتجريتزم، يعني ايه؟ تربط الاحساسات بينها وبين بعضها، او ترتب الاحساسات بينها وبين بعضها، بحيث يبقى البرين والسباينال كورد انفورمد بall types of sensation. يعني الواحد شايف منظر معين ده بيوصل للبرين، سامع صوت معين يوصل للبرين، حاسس احساس معين يوصل للبرين والسباينال كورد. يبقى ريسيف ذا سنسيشنز، انتجريت ذا سنسيشن، اند ذن سند ذا موتور اوردر تو ذا بريفرال نيرفس سيستم. يعني ايه؟ بعد ما شفنا الاحساسات كلها ووصلت للبرين والسباينال كورد، بيختار الموتور اوردر المناسب ويبتدي يأثر بالموتور اوردر المناسب ده على الماسلز او الجلان. يعني بينزل من هنا امبلس من البرين او من السباينال كورد للانتيرو هورن سيلز بتاعت السباينال كورد، يبتدي يبعت الاوامر للبريفرال نيرفس سيستم عشان تحرك الماسلز او تروح للجلاندز اللي في الجسم تقول لها تعمل سكريشن. يبقى الفانكشن اوف ذا سنترال نيرفس سيستم، ذا سنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسباينال كورد ريسيفز سنسيشنز وبعدين انتجريت ذيم، يعني تظبط او تربط السنسيشنز مع بعضيها، اند سند ذا موتور اوردرز تو ذا بريفرال نيرفس سيستم ذن تو ذا ماسلز اور جلاندز. نيجي بقى البريفرال نيرفس سيستم اللي هم ال 12 بير اوف كرينيال نيرفز وال 31 بير اوف سباينال نيرف، دول بيعملوا ايه؟ دولت عبارة عن جهاز توصيل بيوصلوا الإحساس من الجلد أو من أجزاء الجسم المختلفة للسباينال كورد أو للبرين. كويس؟ يبقى دول بيوصلوا الإحساسات، مجرد بينقلوا الإحساسات من جزء وصلوا للبرين أو للسباينال إيه كورد. تاني حاجة بتوصل الموتور أوردرز اللي إحنا قلناها الأوامر من البرين أو السباينال كورد للايه؟ للماسلز او الايه؟ الجلاند. يبقى دي حلقه وصل بتوصل الاحساسات للبرين والسباينال كورد، وبتوصل الاوامر من البرين والسباينال كورد توديهم للماسلز او للايه؟ الجلاند. يبقى ذا بريفرال نيرفس سيستم اللي هو ال 12 بير اوف كرينيال نيرفز او ال 31 بير اوف سباينال نيرفز ترانسميتس ذا سنسيشن تو ذا سي ان اس اند كاري ذا موتور اوردرز تو ذا ماسلز اور جلاندز.